السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعجاز العلمي واللغوي في قوله تعالى والصبح إذا تنفس. قال تعالى والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، فذكر المولى عز وجل الليل بلفظ عسعس والصبح إذا تنفس، مما يدل من فهم المعاني على الإعجاز القرآني في تلك الآيات. إن الرسالات التي سبقت الإسلام ظهرت جميعا ثم اختفت وانطمست معالمها، فطمت الجهالة في الدنيا كلها، فكأن الليل قد أصبح ثابتا، لذلك كان لابد من نهار يأتي ليذهب بهذا الليل. وكلمة عسعس في اللغة هي كلمة معبرة لأنها تتكون من مقطعين هم عس العين والسين والعين والسين، ومعنى عس أي سار في الظلام، ومنه العسس أي الذي يعس في الظلام ليس ماشيا على هدى، فهو يمد يديه كي يتعرف بها على الأشياء. يلاحظ أنه لم يقل والليل إذا عس فيه الناس، بل نسب العس إلى الليل نفسه، فالليل نفسه يعس فكأنه لا اهتداء له، فنسب العس إلى الظرف. فإذا كان الليل في ذاته وهو الزمن هو الذي يعس، فكيف يكون حال الإنسان الذي يعيش فيه؟ وهذه هي بلاغة القرآن الكريم، فعندما نعطي الشيء صفة منتهى الخفاء فهي للمتصق به أشد وأقوى. فما دام الليل هو الذي يعسعس فيه فيكون الذي فيه أشد عسعسة منه، وذلك كما قال سبحانه وتعالى ضاربا مثلا للظلمة أو كظلمات في بحر اللجي يخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، فيده التي يعرف مكانها جيدا لا يراها، فما بالك بالشيء الذي لا يعلم موقعه جيدا، فأتى بأشد شيء التصاقا بالنفس ومع ذلك لا يراها. فيقول والليل إذا عسعس، ثم يقول والصبح إذا تنفس، وكأن الصبح من وطأة ظلمة الليل قد أرق بالظلمة ثم أخذ يتنفس كأنه كانت مخمودة الأنفاس. وكذلك يعطينا هذا التعبير الحيوي معنى أن النهار وإشراق الضوء يمنحنا الهواء النقي للتنفس، فالليل يخرج ثاني أكسيد الكربون من الأشجار والخضروات، ثم بالصبح تنتج النباتات كلها الأكسجين الصالح الذي يجعل الناس تستطيع التنفس، فالكون بالصبح ابتداء بالتنفس، وكأن ذلك رمز للرسالات التي كانت موجودة ثم ذهبت ثم طم الظلام بعدها، فكان هذا الظلام يحتاج أن يخرج الله صبحا، صبح هداية، صبح يبعث فيه خير الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد الأصفياء حبيب رب الأرض والسماء بالإسلام. فكأن منهج النبي هو متنفس الصبح للبشرية كلها. بحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.